رعت سمو الأميرة سمية بنت الحسن حفلة تخريج الفوج 21 من طلبة مدرسة لاتين لفحيص الثانوية، حيث كان في استقبال سموها مدير عام المدارس البطريركية اللاتينية في الأردن الأب الدكتور أشرف النمري، والآباء الكهنة من الكنائس الرسولية، ووجهاء ومسؤولو المدينة، وشخصيات نيابية ورسمية وعامة. في كلمة لمدير عام المدرسة سهيل خوري، رحب فيها بسمو الأميرة وبرعايتها الكريمة وبجميع الذين شاركوا الطلبة وأهاليهم فرحة التخرج، شاكرا أسرة مدرسة لاتين لفحيص على جهودهم التي يقدمونها للطلبة خلال العام الدراسي، داعيا الشباب إلى تحمل مسؤولياتهم، فهم الآن على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب شابات وشبابا واعين ومثقفين قادرين على خدمة وطنهم. وقدمت عريفة الحفل أدريانا عكروش قصيدة شعرية معبرة فيها عن أعمق معاني الفخر والاعتزاز بالطلبة. هذا الوطن يا أخوي ما لخونه، هذا الوطن للي يقصده ما خيب ظنونه، ونطالوا حيف وظلم نموت من دونه، ونطالوا معوى الهدم نحميه ونصونه، ونطالوا معوى الهدم نحميه ونصونه. واشتمل حفل التخريج الذي حضره عدد من الأخوات الراهبات من مختلف المؤسسات الرهبانية وأعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية في المدرسة وجموع من المدعوين على فقرات فنية وغنائية ورقصات شعبية قام بأدائها الخريجون الجدد بالتشارك مع خريجي المدرسة السابقين. كما ألقى عدد من الطلبة الخريجين كلمات عبروا فيها عن شكرهم لذويهم ولمدرستهم بإدارتها ومعلميها على جهودهم التي قدموها لهم من أجل أن يحصدوا ثمار تعبهم ويصبحوا قادة في مستقبلهم. وفي ختام الاحتفال سلمت سموها الشهادات للطلبة الخريجين، بالإضافة إلى منح الطلبة المتفوقين جائزة المرحومة منال جمو مخامري للتميز الموسيقي والفني، مهنئة إياهم لما وصلوا إليه بإنهائهم المرحلة الثانوية ليبدأوا مرحلة جديدة من بناء مستقبلهم. كما قدمت سموها دروعا تقديرية لعدد من أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية في المدرسة والداعمين للمسيرة التربوية فيها، وتم خلال حفل الختام تقديم درع تكريمي لسمو الأميرة سمية عرفانا وشكرا لرعايتها الكريمة لهذا الحفل.